السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله ونحن له عابدون، لا إله إلا الله ونحن له قانتون، لا إله إلا الله ونحن له راكعون، لا إله إلا الله ونحن له ساجدون، لا إله إلا الله ونحن له صابرون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم يا الله، اللهم يا الله، إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا حكمك، ماض فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم يا الله، يا مصور يا الله، يا خالق يا الله، يا رازق يا الله، يا وهاب يا الله، نسألك اللهم يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع الكريم البهيج من عبادك المؤمنين والمؤمنات، نسألك اللهم أن تسعد قلوب عبادك المحرومين. اللهم كل محروم أسعد قلبه يا رب. اللهم كل من حرم الذرية الطيبة، اللهم في هذه الليلة اكتب له نصيبه وحقه من الخلفة الطيبة. اللهم بشر كل من تعذر عليه الإنجاب، بشره بحمل قريب يا مؤنس كل وحيد، يا قريبا غير بعيد. اللهم بشرهم جميعا بحمل قريب وارزقهم ذرية طيبة ذكورا وإناثا. اللهم يا الله، اللهم يا غني يا جواد يا الله، يا كريم يا الله، يا رزاق يا الله، اللهم كل من عانى الفقر والحاجة والدين، اللهم اغنه بفضلك عمن سواك، اغنه بفضلك عمن سواك. اللهم افتح لعبادك الفقراء خزائنك في السماء وفي الأرض. اللهم ارزقهم رزقا حسنا، اللهم ارزقهم رزقا كريما، اللهم عجل لنا ولهم بالفرج. اللهم يا رحمن يا الله، اللهم يا كريم يا الله، اللهم يا فتاح يا الله، كل من عنده حاجة من الحوائج اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا الحياة الإيمانية الطيبة، نسألك اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحة. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا الذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طيب لنا كسبنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم ارزقنا الخير والبر والتقوى، وردنا بما قضيت لنا، وعافنا فيما أبقيت، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. يا فالق الحب والنوى نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي لكل منا ما نوى. يا رب إنك أنت أعلم بما في القلوب والضمائر. يا رب كل من يحتاج إلى شيء من خيري الدنيا والآخرة عجل له بالفرج، عجل له بالفرج. اللهم يا رحمن يا رحيم، من كان يريد المال الحلال افتح له أبواب خزائنك وارزقه رزقا حسنا. من كان يعاني من الأمراض والأسقام والعلل فتجل عليه بالشفاء العاجل يا أرحم الراحمين. من كان مظلوما اللهم انصره وكن له وليا ونصيرا. من كان عنده مرض أو سقم اللهم شافه وعافه، اللهم ارزقه الصحة والعافية وتمام العافية. من كان يعاني من العكوسات والموانع اللهم ارفع عنه كل ذلك وافتح له أبواب التيسير وارزقه القبول يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، واصلح مجتمعنا، اصلح مجتمعنا كله، واصلح عبادك المؤمنين. اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.